التصميم جاء الهاتف بحواف جانبية نحيفة وبثقب أعلى يسار الشاشة، توجد فيه كاميرا أمامية. الهيكل مصنوع من البلاستيك ومستشعر البصمة جاء في ظهر الهاتف لفتح قفل الهاتف مع منفذ من نوع سي ومنفذ سماعة الأذن 3.5 ملم. يأتي الهاتف بأبعاد طولية 20-9، طول الهاتف 16.3 سنتيمتر وعرض 7.5 سنتيمتر وسماكة 8.9 ملم وبوزن 192 جرام. الشاشة مقاسها 6.5 انش بدقة HD Plus بكثافة 270 بكسل بالانش من نوع TFT، وهذا شيء إيجابي بالهاتف. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 بواجهة One UI 2.0 من سامسونج ومعالج Exynos 850 8 نوا بتردد 2.0 جيجاهرتز مع 3 نسخ من حيث الرام وذاكرة التخزين الداخلية، 3 جيجا بايت ل 32 جيجا بايت، 4 جيجا بايت ل 64 جيجا بايت و 6 جيجا بايت ل 64 جيجا بايت. ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 والثانية بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية رؤية واسعة بفتحة عدسة 2.2، بينما العدسة الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل سوبر ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.4، والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 لدعم عمق التصوير. الكاميرات تأتي مزودة بفلاش وتدعم تقنية HDR والبانوراما. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2. البطارية بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط. ستوفر بعدة خيارات من الألوان وهي الأسود والأبيض والأحمر والأزرق. يمكن القول إن الهاتف مناسب لأصحاب الاستخدام المتوسط فأقل أو استخدامه كهاتف منزلي.